برفقة القائد الميداني أبو راتب قائد كتائب سعد والأنصار التابع للواء الإسلامي يخبرنا عن آخر التطورات على خط أسرات دمشق حمص الدولي. أبو راتب نحن كم نبعد الآن عن أسرات خط دمشق حمص الدولي؟ يعني نحن هون بفضل الله عز وجل ما يقارب بعيدين عن الإسرات ما يقارب 50 متر فقط لا غير. وهي المجاهدين الأخوة المجاهدين المرابطين على الثغور يقومون بالتصدي على مدار الـ 24 ساعة لكتائب الأسد القادمة مثل ما من دمشق أو القادمة من حمص. وهي تفضل الشجرة يا الشجرة. قال ما أبو محمد صلاح خوخ يا خوخ معك خوخ سيارة انتر تعالى محاول خوخ نازل مستلم. ايه زملاني عساك تعمل محاول باللغم على السريع. فجر يا ابوائل من 81 لابوائل فجر يا ابوائل. علم يعني انا اكثر من هيك اكثر من ما بدنا نقدم بس من شان امانه الامانه والسلام الكون. فنحن اذا بتقرب اخي محمد احمد رسول معك. هذا هو الاستراد يعني ما يقارب 50 متر احنا هلا بعد عنه. ونحن بفضل الله عز وجل بنحسن نتقدم اكثر من هيك بس نحن مهمتنا هي بس حرس الحدود. يعني حرس حدود الغوطة الشرقية الفاصلة عن المدن والضياع التابعة للنظام. أخي أبو راتب كيف تواجهون الأرتال العسكرية المدججة بالسلاح أو الدبابات التي تحاول دخول الغوطة الشرقية من هذا الاتجاه؟ والله فضل الله عز وجل نحن بنقوم بالتصدي لهم بالأسلحة الخفيفة. يعني الحمد لله نحن ما الفترة القليلة صار يجينا أسلحة نووية أما من قبل بالأسلحة الخفيفة بوريد كلاشينكوف رشاشات بي كي سي فقط لا غير. فنحن قمنا يعني بفضل الله عز وجل كتائبنا تطوير أنفسها وقاموا بتصنيع ألغام أفراد وألغام دبابات طبعا صناعة محلية وقمنا بزرع كاميرات على طول خط الجبهة. يعني عنا ما يقارب مثل ما قلت لك شيء 6000 لغم و500 كاميرا. ونحن بنقوم بأي تحركات للأمن أو تسللات بالتعامل معها بالألغام الأفراد أو إذا اضطر الأمر بقذائف الهاون كمان المحلية الصنع. فضل يزيد معك للعمليات. أبو راتب كيف تفرقون بين القوات النظامية وبين القوات المدنية التي تسير على خط الأستراد؟ يعني هو بالفترة بالآونة الأخيرة النظام بطل يمشي على بسياراته العسكرية على أستراد دمشق الدولي صاروا يستخدموا السيارات المدنية. ونحن فضل الله عز وجل قمنا بزرع جواسيس ضمن النظام واللي بيقوموا بتبليغنا على السيارات على العناصر اللي راكبة بسيارات إسعاف أو سيارات مدنية محملة بالخضرة أو هي بيقوموا بتبليغنا ونحن بنقوم بضربها على الأستراد بالألغام أو بالرشاشات. غيرت الزبده حاج يشرح لنا عليه. طبعا بدي يصير معنا طبعا لان هاي السياره نحن من البارحه قمنا بتحرير بعض الاسرى اللي كان النظام محتجزهم بهي السياره اللي باين عليك هلا. فقمنا بضرب هاي السياره وتحرير اكثر من 20 اسير فضل الله عز وجل وقتل كل الشبيحه اللي كانوا حرس معها. وهي السياره كامله على الاستراد حتى لو بنحسن نوصل لعندهم فريق الجسس يعني هلا الجسس ما حدا هسه شيء. انا اكثر من صيانه اللي طلعت. انا ارسل معازينك بالمحافظه ضروري. يا افتروس هون ما اكشف فين هون ما تاكد منه يا افتروس. خبر مسند عامر معه خبر مسند. يا كمين تعامل معه يا كمين اخو درسون تعامل معه. الله اكبر سيارة قلبك يا شباب.
شارع البيت اول الضاحيه يا شباب. الله اكبر. كما تشاهدون قد مر على طريق استراد الدولي الواصل بين حمص ودمشق بعض السيارات التي يتواجد بها شبيحه ويتعامل بها الاخوه المجاهدون هنا. منين اطلق النار يا ابو محمد؟ منين اطلق النار؟ ابو محمد اخذ الرسول يا ابو محمد. لا محمد لا اطلق النار منين تعمل تعامل معه؟ اطلاق النار منين يا ابو محمد حتى اتعامل معه؟ تدخل عسكري من فوق. ماشي علي علي. معك اصحاب معك. يا اصحاب انت وين وين رابط الله؟ انا عند احفاد الرسول. مين معي؟ عند احفاد الرسول. انت عارف المسلسل على الدار. كما تشاهدون اخوتي المشاهدين هذا طريق استراد دمشق حمص الدولي وهذا الطريق ايضا يعتبر منطقه حدوديه للغوطه الشرقيه. من هنا يتم التصدي لجميع الارتال التي تحاول اقتحام الغوطه الشرقيه. ايضا هنا تمكن مجاهدو لواء الاسلام من نصب كاميرات على خط يا حسين سمينا احتموا 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 كنا نسمع ال عليم. ماشي عليم 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 الله يجزيك الخير. يلا يا شباب الخنادق يلا اللي يضربوا هاوين يعني. انا صدوقكم عليم. ماشي ماشي ابو ماشي عليم. سمينا احفاد الرسول يا سمينا احفاد الرسول. سمينا سمينا يا محمد سمينا ركبوك. يلا يا شباب على الخنادق على الخنادق الكل يا شباب. يلا ركض ركض يا شباب. كيف مراجعين على الله قبلهم؟ الان نتجه الى مقر عمليه الانصار وسعد التابعه للواء الاسلام. كل العناصر كل العناصر يوسف يا يوسف انا ابو غسان ابو غسان قضيه عمليات قضيه فجر على أخبرنا أخي عن آخر التطورات لديكم هنا في هذه المنطقة. تم بعون الله تعالى قطع رتل قادم من دمشق لحمص مؤلف من أنتر وفون وسيارة صحية والحمد لله وفضل الله عز وجل تعاملنا معه على الألغام والرشاشة. وكيف تقدرون العدد من الشبيحة أو القتلى أو الجرحى؟ العدد ما يقارب بين 15 إلى 20 شبيح بإذن الله عز وجل. حياك الله شكرا لك. سنتجه الآن إخوتي المشاهدين إلى غرفة عمليات كتائب الأنصار وسعد التابعة للواء الإسلام لنرى كيف تم نصب شاشات لمراقبة خط أستراد دمشق حمص الدولي. هنا أحد النقاط التابعة للواء الإسلام ومعنا هنا القائد الميداني أبو راتب. أخي أبو راتب ما ستخبرنا عن آخر التفاصيل والتطورات لديكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فضل الله عز وجل يعني هذا طريق دمشق حمص الدولي
يعني قام المجاهدين فضل الله عز وجل بعزيمة قوية بنشر ألغام وكاميرات على هذا الاستيراد، ما يعادل يعني ما يقارب 500 كاميرا وما يقادل 6000 لغم بين أفراد ودبابات، ونحن بفضل الله عز وجل منقومهم ضرب أي رتل عسكري متقدم من دمشق باتجاه حمص أو آتي من حمص أو من القطيفة باتجاه دمشق، وفضل الله عز وجل نحن يوميا عنا هالاشتباكات هاي وهالقطع الأرتال هاي، وفضل الله عز وجل يعني حتى آخر رتل قمنا بضربه البارحة بالليل. أخي وراتب، وجدنا هنا كاميرات قد نصبت على خط الاستراد وشاشات مراقبة وكابلات ألغام، كيف وصلتم إلى هذه المرحلة المتطورة؟ والله هاي المرحلة كلياتها من أفكار المجاهدين، يعني كلها أفكار ما لها خارجية أبدا، كلياتها بفضل الله عز وجل عن الخبرة والدراية والتداول والحاجة الملحة لها، يعني هاي الشغلات كلياتها ما كانت موجودة في البداية، فعندنا احنا خرجنا من الغوطة وحررنا هذه المنطقة حتى وصلنا للاستراد مثل ما لك شايف، يعني طلبت منا الحاجة انه نزرع كاميرات والغام لانه في مناطق احنا ما بنحسن نصلى بالنهار غير بالليل يعني، فمنقوم بتلغيمها بالليل. تخبرنا عن اخر تسلل حصل اليكم وراقبتم به عبر هذه الشاشات التي هي امامنا. التسلل كان اليوم ما يقارب يعني قبل 3 ساعات، قمنا بتدمير عربتين بفضل الله عز وجل وقتل الشبيحة اللي فيهم، يعني هنا بينزلوا من المناطق الموالية للنظام اللي هي ضاحية الأسد، مسمى ضاحية الأسد، وبيقوموا بالتسلل باتجاهنا. وكيف واجهتموهم؟ واجهناهم بقذيفة هاون وبلغم أفراد. شكرا لك أخي أبو راتب. تمام.